وجهت هيئة علماء المسلمين في العراق رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 21 لاحتلال العراق. تناولت تداعيات الغزو الأمريكي على الواقع العراقي بشكل عام، وأيضا الدروس المستفادة من الاحتلال لتجديد إصرار العراقيين على تغيير الواقع السياسي المفروض عليهم. وأشارت الهيئة في رسالتها إلى عدة نقاط، منها أن العملية السياسية مسنودة بإيرادات دولية رغم فشلها الذريع، كونها تفتقر إلى الأطر الأساسية، وأنها منظومة معوجة لا تصدر ولا تصدر سوى الفشل، وأن مشروع التغيير السياسي في العراق سيكلل بالنجاح عندما يجد من يتبناه بصدق. بعد 21 سنة من الدمار والخراب والفساد والنهب لخيرات الشعب العراقي من قبل حكومات وأحزاب وميليشيات ولاؤها بإيران برعاية أمريكية، حيث إن النظام السياسي في العراق يمثل الوجه الآخر للاحتلال في ظل واقع عراقي يشهد انهياراً في جميع القطاعات في ظل نظام المحاصصة وفساده. سيكون معي في هذه الحلقة كل من الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. حياكم الله أخي الكريم. وأيضا الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام وضيفكم الكريم. حياكم ضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. أكثر من عقدين مرت على الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق، وهو يرزح تحت التداعيات والانهيارات الكبيرة في الأمن والاقتصاد وتفكيك المجتمع، فضلا عن الانتهاكات الإنسانية من قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ونزوح لا تزال تبعاته وآثاره تعصف بالعراقيين. هيئة علماء المسلمين في العراق وجهت رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 21 لاحتلال العراق. تناولت تداعيات الغزو الأمريكي على البلاد بشكل عام والدروس المستفادة منه لتجديد إصرار العراقيين على تغيير الواقع السياسي المفروض، فيما أكدت الهيئة في رسالتها أن النظام السياسي القائم في العراق يمثل الوجه الآخر للاحتلال، ولذلك فإن العراقيين يعانون من الاحتلال وتداعياته بشكل يومي حتى الآن، مشيرة إلى أن العملية السياسية مسنودة بإيرادات دولية رغم فشلها الذريع، كونها تفتقر إلى الأطر الأساسية وتمثل منظومة معوجة لا تصدر سوى الفشل، وأن مشروع التغيير السياسي في العراق سيكلل بالنجاح عندما يجد من يتبناه بصدق. العراقيون يستذكرون في 9 نيسان من كل عام احتلال بغداد بالغصة والألم، حيث نكبت الأمة بدمار العراق وبنيته التحتية وتراجعه على جميع الأصعدة ومحاولة محو حضارته ودوره السياسي والاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن القضاء على نهضته العلمية باغتيال العلماء وتدمير الصروح العلمية ونشر الفساد بكل صنوفه بجميع مفاصل الدولة. أبدأ معكم دكتور أيمن العاني، ما أهمية الرسالة المفتوحة التي وجهتها هيئة علماء المسلمين إلى الشعب العراقي في هذا التوقيت؟ تحية لك أخي الكريم مرة أخرى وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. حياكم الله. في الحقيقة يعني الهدف الرئيس من هذه الرسالة هو استنهاض الهمم لدى العراقيين، جميع العراقيين من دون استثناء، طبعا جعل الصورة أوضح أمام الفئات التي ترى أو تتعامل مع الموضوع بشكل يعني أو بآخر ليس واقعيا. هنا هو عرض الواقع كما هو وإيصال الرسالة المهمة من الشعب العراقي أن هنالك جهات مناهضة للاحتلال، هذه الجهات تسعى جاهدة لفضح جرائم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، وكذلك لبث الأمل
لدى جميع العراقيين من دون استثناء بأن نعم التغيير صعب والتغيير يحتاج إلى وقت، لكن ليس مستحيلا وهو بمتناول اليد طبعا إذا كانت هنالك إرادة مجتمعة جماعية من جميع العراقيين، فإن التغيير ممكن إحداثه وإحداثه، لا سيما أنه هنالك جهات صادقة تتعامل مع هذا الموضوع وتتبنى مصلحة الشعب العراقي أولا وأخيرا. يعني حقيقة لا أبالغ في القول أن هيئة علماء المسلمين في العراق هي الجهة التي يعني اعتمدت بناء الرؤية لديها بالاعتماد والاستناد على الثوابت وليس على المتغيرات، لذلك هي مواقفها ثابتة ومواقفها رصينة ومواقفها واضحة أيضا وشجاعة بنفس الوقت، على الرغم من حالة الحصار الخانق الذي تعيشه الهيئة في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، وكذلك حالة المؤامرات وغير ذلك التي قد تحصل هنا وهناك، لكن مع ذلك هي لم تدخر وسعا على يعني على مدى هذه أن مدى تاريخها ومسيرتها لم تدخر وسعا لتقديم النصح وتقديم الواقع للعراقيين على مرارته، ولكن هذا ينبغي لأنه المستشار مؤتمن وهي تعد نفسها مستشارة لجميع العراقيين من دون استثناء، وأعني هنا طبعا العراقيين الوطنيين الذين يهمهم أمر وطنهم وطبعا يسعون جاهدين وبكل صدق وأمانة إلى تحرير بلدهم وتخليصه من الاحتلالين الأمريكي والإيراني مهما تكون التضحيات ومهما كان. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، مرحبا بك مرة أخرى. يا ترى كيف قرأت ما جاء في الرسالة المفتوحة التي وجهتها هيئة علماء المسلمين إلى الشعب العراقي في هذا التوقيت بعد 21 سنة من المعاناة، من الدمار، من الخراب في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام مرة أخرى وضيفك العزيز. الحقيقة أنا أيضا أحيي في هذا البرنامج بداية انطلاق أو الذكرى 21 لانطلاق هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الهيئة التي لم تتخندق طائفيا ولم تتحزب سياسيا ولم تنغلق مذهبيا، وإنما كانت بيتاً لكل العراقيين، بيتاً جامعاً لكل العراقيين المناهضين للمشروع الاحتلالي الأمريكي والإيراني في العراق. هذه الهيئة التي رسم مؤسسوها هذا الخط وفي مقدمتهم الشيخ الجليل الراحل حارث الضاري رحمه الله. الحقيقة هذه الرسالة تأتي انسجاماً مع التاريخ المجيد والمسيرة الوضاءة لهيئة علماء المسلمين، وهي تخطو خطواتها طيلة السنوات الماضية بثبات ورسوخ ومنطق واضح في يعني استثارة همم العراقيين وتوضيح كل المعالم التي يواجهونها أو يتعرضون لها. بيانات الهيئة دائما كانت معيارا دقيقا وتوثيقا مهما لكل الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات 21 السوداء التي عصفت بالعراق منذ احتلاله.
لذلك هذا الخطاب الوطني الرصين المتوازن الملتزم بالثوابت هو ما عهدناه في كل خطابات الهيئة وفي كل أنشطتها، ولذلك هذه الرسالة اليوم بمناسبة الذكرى يعني التي جاءت الآن ونتحدث عنها في هذا البرنامج جاءت منسجمة مع ثوابت الهيئة وقيمها ومع الثوابت التي هي في نفس الوقت الثوابت الوطنية والقيم الراسخة في مواجهة الاحتلال. يعني كانت اعتزازا بنضال العراقيين وصبرهم وجهادهم، كانت أيضا تأكيدا على ثوابت رفض المشروع الاحتلالي بكل أبعاده، كانت حريصة على توضيح دقائق الأمور للعراقيين. أنا هكذا قرأت هذه الرسالة وهكذا أقرأ كل مواقف الهيئة عبر السنوات الـ21 الماضية. نعم أستاذ مصطفى. دكتور أيمن، بالعودة إليكم، كيف استطاعت هيئة علماء المسلمين أن تصمد أمام تسونامي من الجهات المستفيدة من الاحتلال بملياراتها وأموالها ونفطها وأحزابها وفسادها، ومنهم أحزاب تدعي أنها تمثل مكون من مكونات العراق ضمن مفهوم نظام المحاصصة؟ نحن لا نتحدث بشكل يشابه ما جاء في نظام المحاصصة والدستور وما جاء من بعد احتلال العراق، ولكن كيف استطاعت هيئة علماء المسلمين أن تصمد أمام حتى اتهامات مباشرة بالإرهاب؟ حقيقة أخي، يعني تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أن هيئة علماء المسلمين هي هيئة شرعية وطنية. كما ذكرت هي تبنت المواقف التي تليها الثوابت الشرعية والمبادئ الوطنية. لذلك نعم هناك تضحيات جمة تجاه هذه المواقف أو الموقف الرئيس الذي اتخذته الهيئة باللقاءات الخمس التي أطلقها الراحل الكبير الوالد رحمه الله حارث الضاري، لكن هذه اللقاءات هي التي رسمت مسار الهيئة واختطت سبيلها بشكل كبير وواضح، وأصبح لدى القاصي والداني مفهوم كامل أمام ما تتبناه الهيئة من مواقف تجاه أي حادثة أو أي يعني أي حادث يحصل في العراق. وأصلا هي بالأصل هو تجمع العلماء في البداية عند تأسيس الهيئة، لأنها رأت أن هنالك فراغا سياسيا كبيرا حدث بعد الاحتلال، ويراد للبلد حقيقة أن تعصف به رياح الطائفية ورياح العنصرية والسموم الصفراء القادمة من الشرق، وهي لذلك يعني تبنت هذا الموقف على الرغم من التضحيات الكبيرة وعلى الرغم من الأثمان الباهظة التي تدفعها هذه المؤسسة، لكنها آثرت على نفسها وقدمت مصلحة الوطن ومصلحة الشعب العراقي على أي مصلحة أخرى مهما كان يعني على مهما كان ثمن ذلك. فلذلك هي نعم هنالك تضحيات كبيرة، لكن أيضا حالة الصمود والتحدي والثبات الذي تعيشه الهيئة هو منبثق من الإجماع الشعبي والتوافق الشعبي مع رؤى الهيئة الشرعية والوطنية. لذلك هي تستمد من هذا السند الشعبي الوقوف والثبات. طبعا لا شك أن هنالك صعوبات جمة، لا شك أن هنالك الكثير من المعوقات والكثير من العقبات، لكننا يعني على مدى هذه السنين الماضية منذ 2003 وحتى اليوم
نرى أنه الهيئة ماضية في خدمة الشعب العراقي وماضية في فضح جرائم الاحتلال وماضية في رفع المستوى الوعي الشعبي لدى العراقيين وماضية في إفهام ومساعدة العراقيين في الحصول على حقوقهم وكيفية الأدوات المناسبة طبعا لكل يعني على مدى هذه العقدين الماضيين أكثر من عقدين هنالك خطاب للهيئة اعتمدت يعني الخطاب هنالك مراحل لهذا الخطاب بالبداية كان الاحتلال في بدايته وكان يحتاج إلى خطاب معين وبعد ذلك فإذا هي هيئة مرنة هيئة تتفهم وتفهم معاناة العراقيين وتعيش هذه المعاناة لذلك هي بنفس الوقت لكن لم تتنازل أبدا عن الثوابت هي لم تقبل الاحتلال نهائيا ورفضت الطائفية بشكل كامل ونبذت الدستور ولم تقبل بتقسيم البلد ويعني هذا كله حقيقة لأنها ترى في ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى أن تثبت على هذه المواقف ويعني تستنهض الهمم لدى الآخرين في سبيل أنه استمرار الصمود والثبات على هذه المواقف الشرعية الوطنية التي هي بالأصل سبب تأسيس هذه الهيئة وتكوينها ولم تكن في يوم من الأيام أنا الحقيقة يعني لا أبالغ إذا أقول لم تكن الهيئة في يوم من الأيام تفكر في نفسها أو في يعني في الأمور التي تخصها بقدر ما هي تفكر في كيفية تحرير البلد وكيفية رفع الظلم عن المظلوم وكيفية نصرة الملهوف وإغاثة الضعيف هذا كله حقيقة هذا ديدن الهيئة فلذلك نراها صامدة ونراها يعني لذلك نرى الدعم الشعبي لها كبيرا وكبيرا جدا نعم هنالك حصار كامل ومطبق وخانق على الهيئة ولا سيما الحصار الإعلامي لكن مع ذلك هنالك دعم شعبي كبير وهنالك وقوف والتفاف للجماهير التي ترنو إلى تحرير البلد وتخليصه مما لحق به بسبب الاحتلال فلذلك هي صامدة وثابتة بإذن الله تعالى حتى يتم تحرير البلد من هذه من هذا الاحتلال البغيض نعم دكتور إيمان طبعا مشروع الفوضى الخلاقة هو مشروع أمريكي تحدث به الكثير من المسؤولين الأمريكيين ما قبل عام 2003 وبعد احتلال العراق وهيئة علماء المسلمين كانت الوحيدة في خطاباتها الوطنية التي تتحدث وتصر على التمسك بمبدأ العراق الجامع وهذا أمر يعني مشهود له أستاذ مصطفى رؤية الهيئة استشرافها للمستقبل وماذا سينجم عن نظام المحاصصة الذي أسسه المحتل الأمريكي ورعته إيران نتاجات هذا النظام موجودة الشعب العراقي يجمع وهو مجمع على موضوع أن هذا النظام هو نظام فاسد لم يقدم للعراقيين شيئا والكثير من المحللين تحدثوا عن محاولات كثيرة لاستهداف هوية العراق الحضارية الهوية العربية الهوية الإسلامية كل هذا من نتاجات ما بعد احتلال العراق وعلى مدى 21 سنة إلى أي مدى تحققت من وجهة نظركم رؤية هيئة علماء المسلمين؟ عندما اتخذت الهيئة
منذ الأيام الأولى للاحتلال، بل وحتى قبل ذلك عندما كانت هناك بواكير لتأسيس الهيئة، عندما اتخذت هذا القرار الواضح الصارم الثابت الذي ثبتت عليه طيلة هذه السنوات بمناهضة الاحتلال ومناهضة ما يأتي به الاحتلال من مشاريع سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، لم تكن منطلقة من مزاج فردي ولا من قناعات شخصية بحتة ولا من انتماءات سياسية، وإنما كانت منطلقة بالأساس من رؤية دقيقة للواقع واستشراف عميق للمستقبل وفهم حقيقي للحاضر ولما ستؤول إليه نتائج هذا الاحتلال. وقد تحقق فعلا هذا التحليل الذي قدمته الهيئة منذ بدايات تأسيسها، لذلك كانت يعني تتميز بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى طبعا بالثبات والوضوح والدقة والأمانة. وكما قلت في بداية حديثي، كانت كل تصريحاتها وبياناتها، الذي يقرأ البيانات والتصريحات والمواقف السياسية التي اعتمدتها الهيئة خلال السنوات الـ21 الماضية، يلاحظ بشكل تام وضوح الرؤية لدى قيادة الهيئة ودقتها في تحليل الأمور وتوثيقها الكامل لكل مفردات الأحداث. لذلك هذا الأمر طبيعي أن تكون يعني الاستشراف الدقيق يأتي انطلاقا من هذه الثوابت، ثوابت الصدق والإخلاص والانتماء الوطني والالتزام بهذه القيم. والأساس طبعا في كل ذلك هو ما يمنحه الله سبحانه وتعالى لنا أو للمعنيين أقصد من توفيق. لذلك الأمور كانت دقيقة وواضحة، الهيئة مرة أخرى لم تنطلق من مزاج فردي ولا من قناعات شخصية ولا من أحزاب تحزبات أو من مواقف حزبية وسياسية بحتة، هي نظرت إلى الاحتلال بشكله المجمل، هي نظرت إلى جريمة التخندق الطائفي، هي رأت بعمق يعني أهمية عدم الاشتراك في العملية السياسية وعدم تأييد المشاريع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الاحتلال، بل شمرت عن ساعديها في فضح هذه المشاريع. كل هذا يدل على دقة ورسوخ، دقة في الرؤية ورسوخ في القناعات وثبات في المنطلقات ووضوح في الرؤية. نعم سيد مصطفى. دكتور أيمن، بعد احتلال العراق مباشرة هناك مشروع ضخم وهو مشروع التغيير الديموغرافي جرى في العراق. كيف التقت المصلحة الأمريكية والإيرانية في تنفيذ هذا المشروع الذي لطالما دانته وتدينه وستظل هيئة علماء المسلمين؟ الديموغرافي له طبعا علاقة كما بالتخادم، حالة التخادم الإيراني الأمريكي في العراق، ولعل محنة العراق ومحنة المنطقة الدول العربية كافة حقيقة هي حالة التخادم هذه بين أمريكا وإيران. وطبعا من صالح أمريكا أن تخضع العراق بشكل أو بآخر إلى إيران، هكذا ترى أمريكا وهكذا هي، ومن هنا بدأت محنة العراق ومحنة المنطقة ككل حقيقة. يعني اليوم إحنا لدينا في المنطقة بلدان كثيرة تتعرض لما يتعرض له العراق من تغيير ديموغرافي واضح وصارخ، ومن يعني حالة استيطان للغرباء في أماكن إبعاد السكان الأصليين منها، يراد إبعاد السكان الأصليين منها، وهذا طبعا وحالة العراق ضمن هذه الحالة. لكن
يعني أيضا العراق بدأت به هذه المحنة منه إلى البلدان الأخرى. فإذا هذه المشكلة الرئيسة في هذا الموضوع هو مسألة احتلال العراق، ولا سيما أصبح العالم كله يعلم أن احتلال العراق بني على خدع وأكاذيب، وطبعا شكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتعطيلا واضحا لمجلس الأمن، وحتى عدم أهلية حقيقة. يعني احتلال العراق كانت بداية لتثبيت حالة عدم الأهلية بالنسبة للأمم المتحدة كمنظمة أممية يهمها السلم والأمن الدوليين. فلذلك هنا نعود للموضوع حالة التغيير الديموغرافي أخي الكريم التي تحدث، كما ذكرت هي لها علاقة بما يحدث في يعني في محيط العراق وفي الدول التي تسيطر عليها إيران تحديدا حقيقة. وهنالك حالة ربط كبير بين هذه المناطق واستغلال نفوذ هذا المحور الإيراني كما تم ذكره والمتمثل بالنظام الإيراني والميليشيات في العراق. هذه يعني هذا المحور حقيقة له يد طولة في مسألة إحداث التغيير الديموغرافي الذي شهد حقيقة هذا المشروع الخبيث شهد مراحل كثيرة وطرائق كثيرة عديدة. وطبعا هو استهدف 9 محافظات عراقية وأكثر من 175 مدينة وبلدة وقرية في العراق اليوم أهلها ممنوعون من العودة إليها بسبب سيطرة الميليشيات على تلك المناطق، وطبعا بتهديد السلاح، تضييق على السكان، الاعتقالات العشوائية، التغييب والاختفاء القسري، عمليات القتل والتهديد وما إلى ذلك. هذه كلها حقيقة ساهمت في هذا الإحداث. طبعا لا شك أن هذا يحدث بمباركة أمريكية وصمت عربي ودولي بنفس الوقت. يعني اليوم نحن في العراق نعاني، الشعب العراقي الكثير ملايين من الشعب العراقي حقيقة يعانون الأمرين بسبب هذه الحالة، حالة التغيير الديموغرافي ومخرجات هذه الحالة أيضا وما تسببت به من يعني من موت بطيء لهؤلاء ومن مصادرة لحاضرهم ومستقبلهم ومن مصادرة لأموالهم وممتلكاتهم ومن مسألة يعني استيطانية خبيثة يراد منها يعني الحفاظ وتوسيع الهيمنة الإيرانية على العراق وعلى البلدان أيضا المحيطة التي تسيطر عليها طهران. فاليوم طبعا أكيد بواسطة هذه الميليشيات، فهنالك طبعا من أتى بهذه الميليشيات ومن سمح بظهورها ومن بارك وجودها ومن أراد لها أن تكون ومن يمدها يعني أسباب البقاء من تمويل وتدريب وتسليح وما إلى ذلك. هذا كله حقيقة نتاج هذا التخادم الإيراني الأمريكي في العراق، وهو طبعا بنفس الوقت نفس التخادم في سوريا وفي نفس التخادم في لبنان وبنفس التخادم في اليمن، وهذا واضح جدا اليوم يعني لا تخطئه العين. فهذا كله حقيقة من يدفع الثمن هو الشعب العربي سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، وكذلك طبعا يدفع ثمنه باهظا جدا، لأنها كما ذكرت تتعلق بجميع تفاصيل حياة الإنسان. هذا التغيير لمكان وتوطينهم في أماكن مجهولة
وطبعا بنفس الوقت تشريد حالة التشريد التي يعيشونها وحالة الشتات وضيق اليد. اليوم نحن نتحدث عن ملايين العراقيين الذين يعانون من حالة التغيير الديموغرافي. لدينا بيانات تتحدث عن أكثر من 6 ملايين مواطن عراقي اليوم هو إما نازح سابقا وإما نازح حاليا وإما لم يستطع العودة إلى بلدته أو إلى منطقته. وطبعا هؤلاء لا يعني توقفت لديهم الحياة بشكل شبه تام، لأنه لا يملكون قوت يومهم، وهم يعكسون أكثر من 80% من فقراء العراق. حقيقة اليوم حالة الفقر كبيرة بالعراق، لكن 80% من هؤلاء الفقراء هم من النازحين أو من كانوا نازحين، ومن عاد حالته أكثر بكثير يعني لم تكن أفضل من الذي في المخيمات. والكل يعلم كيفية تعامل الحكومات عاقبة، ومنها الحكومة التاسعة مع ملف النزوح، وكيف أنها تتعامل مع النازحين بشكل عدائي وبسوء نية وتضييق ونزع للإنسانية من هذه الفئة المجتمعية الضعيفة هي بلد، لكن هي مستهدفة ومستهدفة بشكل كبير. وهنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن موضوع الأطفال في هذه الفئة، يعني لدينا أكثر من 3 ملايين طفل يعني محرومون من حق التعليم بشكل أو بآخر، بسبب أو بآخر. في العراق اليوم أكثر من 1 مليون طفل في سوق العمالة والاتجار بالبشر على قدم وساق. في العراق 70% من ضحايا الاتجار بالبشر اليوم الأطفال، وتليهم النساء طبعا، والغالب هم من النازحين. على ما يبدو أن معظم ضحايا التغيير الديموغرافي ومشروع التغيير الديموغرافي هم هؤلاء، وهذا هو المطلوب باستهداف مستقبل البلد. يعني اليوم لا يراد أيضا، نعم ما تم في العراق أنه تدمير وخراب، واليوم العراق أرض محروقة حقيقة بسبب الاحتلال وبسبب سياسات الحكومات التي فرضها هذا الاحتلال. نعم. لكن أيضا هو يستهدف بمستقبله ومستقبل أبنائه. نعم دكتور أيمن. أستاذ مصطفى، الآن الواقع العراقي هل تجده مهيئا للتغيير في ضوء كماشة من احتلالين، احتلال أمريكي وتوابعه واحتلال إيراني وتوابعه؟ يعني بمعنى آخر، ما هو المطلوب من كيف يمكن أن يتصرف المواطن العراقي الذي يجد نفسه محاصرا في ضوء تسونامي من الفوضى الخلاقة، متمثلة بتغيير ديموغرافي، متمثلة بمهجرين، بمدن مدمرة بالكامل لا تصلح للسكن ولا يستطيع، يعني مثل ما تحدث الدكتور أيمن، هناك 6 ملايين مواطن عراقي تضرر من النزوح، إما هو نازح حاليا أو سابقا أو لا يستطيع العودة إلى منطقته. يعني ما هو المطلوب وكيف يمكن أن يتصرف المواطن العراقي في ظل هذه الكوارث التي عمرها ربما تعدى 21 سنة؟ قبل أن أجيب عن السؤال المهم الذي تفضلت به حضرتك، يمكن أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن قضية التغيير الديموغرافي ليست ناتجا من نواتج الاحتلال، بل هي واحدة يعني ناتجا عرضيا أقصد من نواتج الاحتلال، وإنما هي واحدة من فقرات مشروع الاحتلال الذي تواضع عليه المجرمون. عفوا، هو هدف من أهداف الاحتلال إذن؟ نعم، هو هدف من أهداف الاحتلال الذي اتفق عليه المجرمون المتآمرون الذين اجتمعوا في مؤتمر لندن في كانون الأول
ديسمبر من عام 2002 ومهدوا به أو وضعوا به الخطوات الأساسية أو الصورة الأساسية المفردات الأساسية لمشروع غزو واحتلال العراق وما سينجم عنه. هذا المؤتمر وضع لبنات الفوضى أو الإجرام، الحقيقة هي ليست فوضى فحسب وإنما هو إجرام مخطط إجرامي متعمد واضح الفقرات، مبرمج له إغراق العراق بالطائفية والتغيير الديمغرافي، عملية التغيير الديمغرافي، إغراق العراق بالموبقات بالمخدرات، هذا القتل الكبير، إدخال الإرهاب إلى البلد، كل هذا ليس من نتائج الاحتلال فحسب، يعني ليست من النتائج العرضية يعني للاحتلال، وإنما هي من ضمن خطط الاحتلال الأساسية في إطار مشروع تدمير العراق ككل وتصدير الفتنة، أولا خلق الفتنة فيه ثم تصديرها إلى جواره، وهذا ما حدث ويحدث. عملية التجهيل، القتل على الهوية، كل هذه العمليات، يعني كل هذه المفردات التي عاشها العراقيون خلال السنوات ال21 الماضية كان مخططا لها ومبرمجا لها ومتفقا عليها بين كل العملاء الذين اتفقوا على مشروع غزو العراق، سواء من كان منهم كما يسمى شيعة الاحتلال أو أكراد الاحتلال أو سنة الاحتلال بدون تمييز. هؤلاء كلهم أجرموا بحق العراقيين وبحق الوطن العراق وبحق الأمة ككل، وبالتالي فهم جميعا يتحملون نتائج هذا الخراب المتعمد الذي لحق بالعراق. جوابا على سؤال حضرتك، العراقيون عبروا منذ اليوم الأول للاحتلال عن رفضهم لهذا الغزو وواجهوه بأشكال عديدة، المقاومة السياسية، المقاومة الثقافية، المقاومة الإعلامية، المرافق الشعبي، المظاهرات، الاعتصامات، كل هذه الأشكال المتعددة والصيغ المختلفة من صيغ الرفض والتحدي والمواجهة قام بها العراقيون بشكل واضح. العراقيون كما قلت وهذا مهم جدا قاوموا الاحتلال الأمريكي البغيض منذ الساعة الأولى له، وهذه أسرع عملية استجابة يعني تاريخية في تاريخ المقاومة في العالم، وهي مقاومة فريدة من نوعها، لم تحصل على أي دعم سياسي ولا مالي ولا تسليحي من أي طرف داخلي أو خارجي سوى الطرف الداخلي الذي كان يقاوم ويدعم المقاومة في نفس الوقت، وكان هناك تآمر عليها، تآمر داخلي وتآمر خارجي متعدد الأشكال ومختلف الصيغ، وهذا الأمر واضح للجميع ولا داعي للخوض في تفاصيله كثيرا. العراقيون أيضا يعني منذ العام 2008 و2009 و2011 ثم 2013 و14 وما حصل بعد ذلك في 2018 و2019 كل هذه علامات، يعني هذه السنوات ذكرتها كانت أحداث في عمليات المظاهرات والاعتصامات والرفض الشعبي الواسع الذي انطلق في الشوارع العراقية في مدن تحديدا وسط وغرب وجنوب العراق وفي مدينة الموصل محافظة نينوى يعني، وفي كركوك وفي ديالى الأنبار طبعا وبابل والبصرة وذي قار ومدن أخرى عديدة شهدت رفضا شعبيا واسعا لما يجري في العراق من مخطط إجرامي قلنا أنه كان معدا له مبرمجا. العراقيون الحقيقة يحتاجون إلى ثبات في هذا الرفض ورسوخ في هذا الموقف المتحدي لهذه المشاريع الإجرامية، وهم يأملون وإن كانوا لا يعولون كثيرا ولكنهم يأملون من باب أنه لولا الأمل لبطل العمل،
يعملون في موقف من أشقائهم العرب والمسلمين ومن جوارهم ومن الأصدقاء الذين يدعون نصرة الحرية والعدالة والحق في العالم، أن يقفوا معهم ويرفضوا هذا الإجرام المستمر بحق العراقيين. عملية تصوير أن العراق الآن عراق مستقر آمن، بدأ بمشاريع تنمية وأنه على خطوات على طريق الازدهار، يخطو خطوات على طريق الازدهار والتنمية والاستقرار، هذا جزء من التآمر على العراقيين في الحقيقة. هذه عملية نهب واسعة وعملية تدمير لكثير من المعالم العراقية الأساسية. العراق وإن كان يحتاج إلى كثير من يعني الطرق والجسور وإلى آخره، ولكن هذه ليست هي النهضة المقصودة والمطلوبة في العراق. العراق الآن يعيش حالة من التخريب والنهب والإفساد والإجرام والتضليل والتجهيل والطائفية، وهذا كله مبرمج له ويعني مخطط له وينفق عليه من مال العراقيين لقتل العراقيين وتدميرهم وإفقارهم وغلق أبواب المستقبل أمامهم. كل هذه يجب أن نفهمها. الإعلام الآن ووسائل التواصل، ناشطي وسائل التواصل الذين يزعمون أن العراق بدأ بالاستقرار ووضع قدميه على طريق التنمية وأن افتتاح مجسر قرطبة أو غيره هذا علامة من علامات النهضة، هذه كلها عملية خداع وتضليل للمواطن العربي والمواطن العالمي وضحك على مآسي العراقيين. يجب أن يترفع عنه الإعلاميون والناشطون المخلصون. العراق يعيش مآسي كبيرة، العراق يعيش حالة من التضليل، من التخريب المتعمد، من النهب الواسع، من الإغراق بالمخدرات، من المفاسد الاجتماعية المتعددة. هناك تسرب كبير في المدارس، هناك انحطاط في القيم الاجتماعية متعمد، هناك تدهور وانحدار في المستوى التعليمي في كل مراحل التعليم من الابتدائية وصولا إلى الدراسات العليا مرورا بالمراحل الأخرى. كل هذا يعانيه العراق. العراق لم يشهد في حياته في تاريخه كله حالة من انتشار المخدرات والفساد الاجتماعي والفساد الإداري والنهب الواسع لموارد العراق وتخريب البنية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. العراق لم يشهد على الإطلاق سيادة الجواسيس والعملاء والمخربين والمزورين والمرتزقة كما هو حاصل الآن. هذه عملية مقصودة، إغراق البلاد بهذه الجرائم ليست حالة فردية ولا حالة عفوية، ولا هي مرة أخرى ناتجا عرضيا من نتائج الاحتلال. على الجميع، عراقيين أولا وعربا ومسلمين وأحرارا في العالم، أن يتصدوا لهذا التخريب وأن يحافظ العراقيون. طيب. أولا معنيون بالمحافظة على قيمهم الآن، وعلى أختم بهذا لو سمحت، أن يحافظوا على قيمهم. العراقيون معنيون بالدرجة الأولى بالمحافظة على قيمهم وعلى أصالتهم، وأن ينبذوا كل عوامل التفريق والفتنة والخراب الذي يعمل الأعداء عليه. وأعتقد أن خطابا وطنيا كالذي اعتمدته الهيئة في والقوى والشخصيات الوطنية الثابتة على مواقفها طيلة السنوات الماضية، نعم، صبا. يمكن أن يكون خطة عمل للمستقبل القريب. نعم. شكرا لك أستاذ مصطفى. أخيرا دكتور أيمن، هل تجد الآن العراق بيئة مواتية لإحداث نهضة، لإحداث تغيير، لا سيما بعد 21 سنة و ما جرى من لقاء محمد الشيع السوداني أو زيارة محمد الشيع السوداني لواشنطن؟ الكثير يراها أنها استكمال ربما طويل المدى لما جاء به الاحتلال الأمريكي. أخي الكريم، الهيئة يعني مؤمنة بأنه لا يصح إلا الصحيح،
وتعلم جيدا أن أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. لذلك هنالك حالة أمل كبير حقيقة، لا سيما بالنظر إلى حالة الوعي الشعبي المبشر. اليوم العراقيون جميعا بجميع فئاتهم العمرية والثقافية والمستويات المختلفة، الكل يجمع أن البلد في حالة يرثى لها من تفشي الفساد والمخدرات والتنصل. حقيقة هؤلاء أدعياء الإسلام، الإسلام براء منهم، يعني نرى مخرجات كارثية اليوم ويراها العراقيون ويعيشها العراقيون ويدفع ثمنها العراقيون. وهذا حقيقة حالة عامة، يعني لا أبالغ إذا أقول حالة عامة وعامة واسعة على نطاق واسع. فلذلك الأمل كبير في إحداث هذا التغيير. أما بالنسبة لزيارة رئيس الحكومة الحالية إلى واشنطن، لا أذيع سرا أخي الكريم إذا أقول، هل يعلم العراقيون بحسب البنتاغون أنه هنالك أكثر من 157 قاعدة أمريكية عسكرية داخل العراق فقط، من شماله إلى جنوبه؟ فهي المسألة لا شك أنها تكريس لحالة الاحتلال وإمداد حالة الاحتلال بأسباب البقاء والخضوع والإذعان بالنسبة لهؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال والذين لا يستطيعون إلا أن يكونوا يعني منفذين لمخططات الاحتلال ورغبات الاحتلال. وأعني هنا بالدرجة الأولى طبعا الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، وهذا طبعا لأن حكومات الاحتلال هي من ضمن المحور الإيراني الذي يهيمن على العراق، لأنها من ضمن الميليشيات التي يعني تصرح بولائها لإيران من دون العراق. لذلك هم لا يهمهم هذا الأمر، والعراقيون اليوم في حالة من الوعي أنهم يعلمون ذلك جيدا، وتبين لهم بما لا يقبل الشك أنه لا خلاص لهم إلا بالخلاص من الاحتلال وما أفرزه الاحتلال وما جاء به ومن جاء بهم الاحتلال. فلذلك التغيير قادم لا شك، ولكن هنالك لا أيضا بالمقابل تضحيات ويحتاج إلى بعض الوقت، لكن التغيير ممكن وممكن جدا في هذه المعطيات الشعبية التي أتكلم عنها هنا، وحالة الرضوخ الحكومي الرسمي بالنسبة للعراق طوال السنوات 21 الماضية. حقيقة الأمر يعني الكل تفاجأ أنه بهذا الجيل الشباب العراقي الجديد الذي يقدم مصلحة الوطن ولا شيء غير مصلحة الوطن. لذلك هنالك حالة تفاؤل كبيرة أنه التغيير قادم وآت لا شك به. شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وشكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.